صباح الهنا والرزق والسعادة ويوم جديد وسط الأسبوع وعشر الصبح في الأهلي مع كريم ونعوان. مرحبا بحضراتكم، حلقة جديدة أكيد معانا أخبار كتير مهمة، وزي ما حضراتكم عارفين في كده أخبار يعني لا تخلو من علامات الاستفهام، يمكن برضو هنتكلم فيها في بداية الفقرة الأولى مع حضراتكم. بس في البداية خليني أرحب بكريم. صباح الفل. صباح الفل عليكي، صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. يوم جديد وبداية حلقة جديدة من عشر الصبح في الأهلي كالعادة، هنقول لكم كل ما هو جديد، كل ما هو متعلق بالنادي الأهلي، سواء الفريق الأول لكرة القدم أو الفرق المختلفة. وبطبيعة الحال أكيد كمان هنتكلم معاكم عن رياضات محلية وعالمية مختلفة، وهنقول لكم إيه المستجدات في فروع النادي الأهلي المختلفة والصحافة الرياضية إلى آخره. طيب نتكلم معاكم عن محتوى حلقتنا النهاردة كالعادة. الجزء الأول زي ما قلت لكم من شوية، والجزء الثاني برضو كالعادة بيكون معانا فقرتين حواريتين. الفقرة الأولى النهاردة هيشرفنا من خلالها الدكتور وجيه عزام، وهو رئيس الاتحادين المصري والافريقي للدراجات، وكمان نائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي، وحوار عن منافسات بطولة كأس العرب لدراجات المضمار. دي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية هيشرفنا فيها الأستاذ علي البحيري الناقد الرياضي، وبرضه ليه معانا حواديت كتيرة وتفاصيل كتير هنتكلم فيها إن شاء الله بوجوده معانا باذن الله. بص هقول لك على حاجه بقى، احنا بدانا واتكلمنا قلنا في اخبار بيبقى عليها علامات استفهام. الخبر الاولاني اللي معانا هو ده الخبر اللي انا قصدته تحديدا او حرفيا زي ما احنا بنتكلم، لان الواحد بس عايز يعرف يعني فكره هنا، وانا هستخدم لفظ عشوائيه الى حد ما اللي احنا شويه عايشين في فكره هنا عالم كره القدم، الواحد ما بقاش عارف بكره فيه ايه. يعني لما نيجي نتكلم كمان كره القدم الافريقيه تحديدا، بنتكلم عن دوري ابطال افريقيا، بتتكلم ان امبارح الكاف زي ما حضراتكم اكيد تابعتوا طلع البيان الخاص ان ملعب النهائي هيكون في المغرب يوم 30 مايو. طيب يعني احنا يمكن برضو في حلقه امبارح لو انت فاكر كنا بنتساءل، والخطاب اللي ارسله النادي الاهلي، طب يا جماعه احنا بنتمنى يكون الملعب يعني في ارض محايده، فاعتقد ده كان طلب مشروع جدا، محدش قال ان احنا كنا بنطالب ان يبقى عندنا على ارضنا، احنا عايزين ارض محايده. طيب هل ده السؤال، هل ده عدل ان يتم اختيار الملعب بعد جوله الذهاب في نصف كامب تكلم نهائي البطوله وفي دوله افريقيه طرف مفروض من الفرق الاربعه في نصف النهائي؟ يعني دي تساؤلات احنا بنطرحها على نفسنا وعلى حضراتكم، يعني فعلا الواحد عايز يفهم. طيب الاخبار كمان الغريبه والغير عادله دي لاي فريق احنا هنوصل فيها لفين؟ يعني اي فريق بيصل خلاص النهائي، هو في نفس الوقت احنا عايزين نعرف هل ده فار ولا مش فار؟ الاهلي ما اعتقدش ان هو بيطلب حاجه غريبه، الاهلي ما اعتقدش ان هو يا كريم يعني انت عندك كمان على فكره تضارب في المباريات، يمكن ده الجزء اللي انت هتتكلم فيه. فلا يعني أنا مش عايز أتكلم كتير في هذا الموضوع، لكن إحنا عندنا علامة استفهام كبيرة جدا. وبعدين يعني أنا مش عارفة بصراحة، أنا ما بقتش فاهمة ده هيوصلنا لإيه. غريب جدا امبارح السوشيال ميديا عايز أقول لك كانت مقلوبة على هذا الموضوع، وإحنا النهاردة هنتكلم لأن ده دورنا. خلي بالك من حاجة، إحنا مش بطالعين بندافع عن الأهلي بس، أنت لما بتيجي فريق مصري أنت كإعلام مصري لازم بتدافع أو لازم بتؤازر الفرق المصرية بتاعتك، بما إن الأهلي هو الفريق المصري الوحيد اللي بيشارك في هذه البطولة، فمن حقنا ان احنا كمان يعني نكون واخدين صفو، ولا انا بتكلم غلط؟ لا بعيدا كمان طبعا، يعني الى جانب بقى حته الانتماء والشعور بالانتماء، احنا بنتكلم في الاول وفي الاخر على ان في منطق يا اما يكون حاضر ومتحقق يا اما يكون غايب ومش متحقق. بالزبط. والحقيقه في الحاله اللي هو انت بتتكلم فيها والحاله الكيس عموما اللي احنا بنتكلم عنها، هو فعلا حاجات عجيبه جدا، علامات استفهام كتيره حول هذا الاختيار العجيب والغير عادل لاي فريق يصل للنهائي، باستثناء طبعا اصحاب الارض يعني في حاله وصول الوداد المغربي للمباراه النهائيه. وبعدين اي منطق بيقول ان اي دوله في الدنيا بيتنظم فيها اثنين نهائي ورا بعض، يعني ونهائي كونفدراليه، يعني ما فيش غير دوله المغرب في افريقيا في القاره كامله فقط. عموما يعني النادي الاهلي حاليا مركز اكيد في مباراة الإياب، بغض النظر عن كل التفاصيل اللي بنتكلم فيها، مباراة الإياب أمام وفاق سطيف، وبيدرس الأمر من كل الجوانب من حيث اللوائح والقوانين بتقول إيه. وطبعا زي ما تعودنا أن الأهلي لا يسبق الأحداث ولا ينفذ قرار غير لو كان قرار مدروس، النادي الأهلي بيدرس القرار وإن شاء الله يعني عشان يحفظ حقه من خلاله. تاني نرجع ونقول لأن الأمر أصلا عجيب. بالزبط. الحقيقة فكرة إن يعني فكرة إن إمتى، أنا هنا بقى بتكلم يعني إيه بشكل عام، إمتى كرة القدم هتدار في إفريقيا باحترافية؟ في أوروبا يا حضرات بيحددوا ملعب النهائي من قبل قرعة البطولة ما تتعمل من الأساس، تمام؟ إحنا هنا مش عارفين نحدد ملعب محايد، يعني ومش عارفين نحط قواعد لبطولة إفريقيا يعني من أول لحظة انطلاق البطولة. وبعدين
مبدا تكافؤ الفرص، اخباره ايه في الحاله اللي احنا بنتكلم فيها دي؟ لو الاهلي والوداد هم اللي وصلوا للنهائي، ليه الوداد يتسلح بجماهيره والاهلي يفتقد او يفقد جماهيره؟ فين قواعد اللعب النظيف؟ وبالتاكيد لا، وانت عندك النهائي يوم 30 والتصفيات طبعاً المنتخب يوم 2، فانت بتتكلم في تعارض مش طبيعي، يعني غريب جدا الموضوع، يعني بجد البعض ما خدش باله من النقطه دي ولا لا يا كريم؟ لا طبعاً، في حاجه مش مظبوطه. واحنا تاني هنرجع نقول احنا مش بندافع عن الاهلي، احنا عايزين نفهم، لان انت بتتكلم في كره قدم افريقيه، يعني فكره هنا انت بتتكلم في مؤسسه كامله، في حاجه مش مظبوطه، ودي مش اول مره على فكره. فزي ما كريم بيتكلم، يعني غريب جدا، غريب جدا اللي بيحصل ده. فهل في بقى اختلاف يا كريم؟ انا مش عارفه الصراحه. يعني هو احنا مش واخده بالك من حاجه ان احنا كل فتره والتانيه نقعد نندهش انا وانت؟ احنا البرنامج ده بنندهش فيه كتير، لان اللي بيحصل من خلال الفتره اللي فاتت ده يعني حاجات كتيره جدا فعلا غريبه، يعني ما تتوصفش غير بانها حاجات غريبه. على بس كل بقى الرد او الاغرب بقى الاغرب من اللي انت بتقوله، فكره ان البعض يقول لك ايه، يعني هو الاهلي خايف ولا ايه؟ لا، هي القصه مش كده، يعني الاهلي بطل افريقيا، وبطل افريقيا ما اعتقدش ان هو ممكن يكون بيخاف، لكن تتكلم كمان في لغه الارقام، هو بطل افريقيا اخر نسختين وصاحب الرقم القياسي في حصد البطوله، بتتكلم 10 مرات، يعني معلش برضه. فالقصه ما لهاش علاقه خالص بالخوف، يعني النادي الاهلي هو مبادئ، هو قيم، هو بيحفظ حقه في الاول وفي الاخر، محدش يقدر يجي يلومه ان هو بيحفظ حقه. فلما اجي اطالب بحق ما لهاش علاقه بالخوف، هي ليها علاقه ان انا عايز حاجه زي ما بيتقال كده تميك سنس، لكن لما تيجي تحطني في فاصل يومين، طب افرض انا اتاهلت، طب وبعدين؟ يعني ما انت انا عندي لعيبه كتير في الاهلي بتروح ودوليه، فانت بتتكلم برضو باي منطق؟ يعني هيعملوا ايه اللعيبه الدوليه دي؟ يعني انا مش يعني هيسافروا امتى ويلعبوا امتى ويستعدوا امتى؟ يعني مش منطق، يعني احنا بنتكلم مفيش منطق في الموضوع فعلا. وبعدين يعني استكمالا للكلام اللي نهاوند بتقوله لحضراتكم، يعني تجدر الاشاره يا حضرات ان النادي الاهلي كسب افريقيا من خارج الديار سنه 82 مثلا من كوماسيا، كان على حساب كوتوكو لو تفتكروا، وفي 2006 من رادس على حساب الصفاقسي، وفي 2012 من رادس برضو على حساب الترجي، وغيرهم كتير جدا. احنا لو قعدنا نتكلم عن ارقام النادي الاهلي خارج ملعبه يبقى يعني هناخد مش الحلقه، هناخد اليوم كله، ولكن تاني نرجع ونقول احنا بنتكلم على المبدا فقط لا غير. كلام اتفق معاك فيه، بس يعني هنتكلم في النقطه دي برضو، مش هنعديها كده وخلاص، لكن لسه في كلام كتير جدا اكيد. وبرضو هنرجع نقول كلام موثق بالارقام، عايزين نتكلم برضو مع حضراتكم في نقطه مهمه جدا، وهي فكره هنا تضارب المواعيد، النقطه اللي انا وكريم اتكلمنا عندها، معلش هقف عندها تاني، بين الكاف والاجنده الدوليه. واللي هيجاوبنا عليه بقى تيقلي يعني ممكن احنا نلجا للاستاذ هنا كريم سعيد، رئيس تحرير يلا كوره، اللي معانا دلوقتي على التليفون، لعل وعسى نلاقي اجابه. يعني يا استاذ كريم، انا بصبح عليك انا وكريم، صباح الفل. صباح الخير يا هوندس، صباح الخير يا كريم، صباح الخير لكل اللي بص احنا يعني بنتساءل، احنا جايين النهارده نتساءل ازاي ممكن يكون النهائي، بنتكلم يوم 30 مايو تصفيات الامم او امم افريقيا، يعني 2 يونيو، فيعني معلش فكره هنا تحديد التوقيت، وكان الكاف اعتقد ان هو يعني مش بيبص على الاجنده الدوليه اصلا، فبتشوف ده ازاي؟ لا، هو طبعا قمه العشوائيه ان الكاف نفسه بيعارض المواعيد، يعني بعيد عن الاجنده الدوليه طبعا، في تضارب في ميعاد المباراه اللي تم تحديدها مع الاجنده الدوليه، بتبدا في اخر مايو وبتستمر لغايه 14 يوليو عشان المنتخبات الافريقيه هيلعبوا مباراتين في تصفيات كاس الامم الافريقيه. الكاف نفسه عارض المواعيد اللي هو اصلا محددها بالظبط للفاينل، الفاينل اصلا كان اوريدي متحدد له احد ايام 22 مايو يوم 29، يوم 30 ده اصلا كان خارج الاسبوع اللي كان الكاف نفسه محدده للفاينل. طيب لما نيجي نربط الامور ببعضها ونفهم هو ليه تم اختيار يوم 30، ببساطه تم اختيار يوم 30 مايو عشان رئيس الكاف موسيبي عنده دعوه لحضور نهائي دوري ابطال اوروبا يوم 28، وبالتالي تم تحديد يوم 30 عشان يقدر موسيبي ان هو يلحق يرجع. لا اذا كان كده تمام يا استاذ كريم، احنا ما كناش فاكرين كده يعني. الموضوع طلع كبير. شوف في مناسبه، في مناسبه. لا لا، انا في الحلقه الاخيره مع الكابتن اسلام الشاطر اتكلمنا على الدعوه اللي موتسيبي تلقاها من الاتحاد الاوروبي ومن انفانتينو لحضور نهائي دوري ابطال اوروبا ما بين ليفربول وريال مدريد، فمليون في المية تم اختيار يوم 30 لان موتسيبي مش هيلحق يرجع من اوروبا
تحليل بعد 48 ساعه، والا ببساطه كان تم اختيار يوم 29 وخلصنا، لكن هو ليه تم اختيار يوم 30؟ طب ما اللعيبه الدوليين هم كمان مش هيلحقوا يرجعوا يشاركوا مع منتخباتهم في نظرا لضيق الفتره الزمنيه، ولا هم مش قضيه؟ لا طبعا، انت لو بصيت على موضوع كريم فعلا هتلاقي فعلا قمه التهريج، الموضوع كله تهريج في تهريج، يعني الراجل نفسه ببساطه قلب الدنيا وشقلب الدنيا كلها عشان هو راح يتفسح، اكيد الموضوع ببساطه. بس كويس ما طلعش عيد ميلاد او خطوبه، يعني برضو الموضوع كبير. عادي ممكن بطوله ثانيه تلاقي كاتب كتاب ياخره عشان ماتش النهائي، ما كله وارد في المنطق ده حاصل يعني. اتفضل يا استاذ كريم، سامعين حضرتك، اتفضل. بس هو المشكله دلوقتي ان هم واضح ان هم بيحددوا الميعاد، كان هو ده الشغل الشاغل عندهم، ما كانوش باصين ومش واخدين بالهم ان هو بيتعارض مع الاجنده الدوليه، وان الامر ده هيخص طبعا لعيبه المنتخب مصر، اكيد هيضموا لعيبه من النادي الاهلي، وطبعا لعيبه المنتخب المغربي اذا ضم الجهاز الفني لعيبه من الوداد، وان كان طبعا المنتخب المغربي معظم السكواد او القائمه بتاعته بتبقى من المحترفين طبعا ومش من الانديه المحليه. مظبوط. بالتالي انا بشوف طبعا ان من حصل دول والضغوطات اللي بتحصل من منظومه النادي الاهلي والهاشتاج امبارح بص متعدى اكثر من مليون صحيح تويتر، اعتقد هيفسد انتباه الكاف، وربما خلال الساعات المقبله يتم تعديل الموعد. والله يعني انا من الناس اللي برضو امبارح على تويتر كنت مش متفائله بالنقطه دي، بس نتمنى، ممكن يعني اتمنى في النقطه دي ان انا اكون غلط، بس انا ما اعتقدش يا استاذ كريم. بس على كل حال خلينا ننتظر يعني ونشوف. اشكرك جدا على هذه المداخله زميلنا العزيز كريم سعيد. اشك هو بص لا اشك جدا لا، والكلام اللي قاله استاذ كريم فعلا هو الحقيقي، تمام، يبقى عذر اقبح من ذنب، ملهاش ملهاش توصيف. هو وجوده مهم والدعوه دعوه يعني مهمه على فكره، ما احنا بنهزر، ما فيش مشكله، بس في تضارب دلوقتي في مصالح اخرى، يعني ما عندناش مشكله ابدا ان هو يحضر، ده شيء اكيد اضافه وكل شيء وجوده مهم، لكن في نفس الوقت انت فاهم يعني انت نفسك في اولويات يعني. اسمعيني بس، انت من شويه انت نفسك مش حد تاني قلت ايه، هو الكاف مش بيطلع مش بيبص بص على الاجنده الدوليه، اصل ده منطق يعني، ده منطق يعني، ابجديات تحديد مواعيد لفعاليات مهمه بطبيعه الحال واطراف رئيسيه فيها لعيبه دوليين بيلعبوا مع منتخبات بلادهم في بطولات مختلفه، فطبعا بديهي ان النقطه زي كده لازم تتراعى، ما اتراعتش ليه؟ الله اعلم. طيب ده كان يعني موضوع وزي ما كنت بقول لحضراتكم عليه علامه استفهام. خلينا ننتقل بقى لموضوع اخر، هو موضوع انا بشوفه جميل زي ما بيتقال كده، او يعني في غايه الاحترام فعلا. هنتكلم عن مبادره حياه كريمه اللي اطلقها سياده الرئيس، وكلمنا عنها قبل كده، لتطوير الريف المصري من مختلف بنتكلم الجوانب، ويعني فكره هنا كمان الاهتمام بالجانب الرياضي، يعني انت بتحاول كمان تعمل نقله حضاريه وتهتم كمان بجوانب ربما البعض بيشوفها رفاهيه لكن هي ليست رفاهيه تماما. المبادره بتشمل دعم وتطوير مراكز الشباب في المدن والقرى، بتتكلم تقريبا 1000 مركز شباب يا كريم، وده رقم لا يستهان به. مبادره حياه كريمه كان ليها الفضل في احداث يعني نقله نوعيه في تطوير البنيه الشبابيه والرياضيه بتوجيهات سياده الرئيس، في تطوير البنيه الاساسيه لمراكز الشباب. كمان وزاره الشباب والرياضه يعني بتولي اهتمام كبير جدا بملف تطوير مراكز الشباب، وعلى السنوات الماضيه لو حضراتكم اكيد تابعتوا معانا عرضنا ده في مستوى المحافظات كلها، وتقديم الدعم ليها كمان وتوفير كافه الخدمات يعني للنشء والشباب والمواطنين، ده بجانب طبعا يعني تحقيق رؤيه الوزاره في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة يعني مجتمعية. احنا يمكن برضو من سنة انا فاكرة كويس يا كريم كنا انا وانت بنتكلم عن التطوير اللي طرأ على مراكز الشباب في مصر، فكرة صحيح. ان انت مش بتهتم بمحافظة القاهرة مثلا، المحافظات الكبرى في مصر، انت بتهتم بكل دلوقتي المحافظات المصرية والقرى الصغيرة وغيره وغيره، وعملنا مقارنة ما بين مراكز الشباب زمان ومراكز الشباب حاليا، وقد ايه كان زمان الحال متدهور كتير جدا، والدراما عرضت ده قبل كده والسينما عرضت ده، وعلى فكره بالمناسبه هي كانت صوره حقيقيه، يمكن كان فيها مبالغه شويه لكن كانت صوره حقيقيه، ده اللي كان بيدار في مراكز الشباب او معظمها. دلوقتي انت بتتكلم في حاجه ثانيه تماما، مركز شباب يعني مركز شباب، يعني التايتل بيعبر عن المضمون، فحاجه محترمه جدا. ويمكن برضو انا وانت اتكلمنا امبارح او اول مش فاكره عن اللي هو المشروع القومي الخاص بالبطل الاولمبي، البطل الاولمبي ده علشان يتم او
هذا المشروع اللي كان مطروح من سنوات كتيرة جدا، يمكن من سنة 2000، وكل وزارة بتيجي اللي بيهتم بيها واللي ما بيهتمش بيها، واللي بيشوفها مهمة واللي بيشوفها لا مش مهمة. لكن مؤخرا سيادة الرئيس أكد على أهميتها، وابتدت وزارة الشباب والرياضة فعلا تتبنى هذا المشروع، واللي إن شاء الله هيعود ثماره في باريس 2024 يعني بشكل كبير. احنا عندنا هذا الأمل، فكرة إن أنت بتدور على الكوادر الشبابية الموجودة حتى البسيطة اللي هي محتاجة فرصة لا أكثر لا أقل. فلا ده اللي احنا قلناه، وهو ده اللي احنا بنتمنى كمان السنوات اللي جايه يبقى فيه مضمون كبير جدا ليه. على كل حال انا يعني عايزه بس اقول لك على حاجه، احنا كده ماشيين حلو قوي، لان احنا كل اولمبياد بنيجي نقول ايه يا كريم، نقول هو احنا ليه ما بنحصدش ميداليات كتيره، هو احنا هي مصر فين مشكلتها؟ يمكن ما كانش في امكانيات كتيره او يعني زي ما بتقال المستحقه، لكن احنا ماشيين في خطوات سليمه. فده شيء فعلا محترم، لما يبقى في حاجه كويسه لازم ان احنا نشير عليها فعلا. واستكمالا كمان الكلام اللي بيتقال عن المشروعات القوميه اللي كل واحده فيها على حده اهم من الثانيه، كمان كنا بنتكلم معاكم امبارح او اول امبارح عن المشروع القومي للموهبه، فكره ان احنا نكتشف المواهب المخفيه اللي عليها تراب واللي محدش يعرف عنهم حاجه. وتاكدوا حضراتكم ان في كل قريه وفي كل كفر وفي كل نجع في مصر هناك بطل رياضي ما فعلا لو اتاخد من الوضع اللي هو فيه واتحط على التراك السليم هيبقى بطل اولمبي بما لا يدع اي مجال للشك. طبعا كل حاجه بتقول ان هذه المبادره طبعا مبادره حياه كريمه، منتهى الإنسانية، منتهى الاحترام، منتهى الرقي، منتهى التفاهم من القيادة السياسية لمتطلبات واحتياجات المواطن المصري، وخصوصا الناس اللي عايشة تحت خط الفقر. دي أكتر ناس هتستفيد طبعا من هذه المبادرة. المبادرة اللي بنتكلم عليها بتشمل تطوير وإنشاء حوالي 1000 مركز زي ما حضراتكم عرفتم من شوية على مستوى 20 محافظة من محافظات مصر، بواقع إنشاء 251 مركز شباب جديد تماما، وتطوير 736 مركز شباب، بجانب تطوير وإنشاء عدد من الملاعب اللي وصلت ل 652 ملعب رياضي مختلف. مبادرة حياة كريمة تعد واحدة من أكبر المشروعات القومية اللي بتشهدها الدولة المصرية في الفترة الحالية، طبعا تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير كمان الريف المصري. وبتدل على الاهتمام الواضح من قبل السيد الرئيس بمصر وبأبناء مصر وبالارتقاء بحياة المواطن المصري أينما كان، وكمان إدراك لأن المواطن المصري من حقه، ده مش تفضل عليه، ده من حقه، أبسط حقوقه أنه يعيش حياة كريمة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، تتوفر فيها كل الخدمات المطلوبة. وفي ضوء كمان الجمهورية الجديدة اللي بتشهد البناء والتنمية في شتى القطاعات، فإحنا بنتكلم على طفرة ملحوظة وملموسة ونقدر كلنا نشوفها رؤية العين، حاجة عظيمة جدا. ياريت فعلا نكمل على هذا المنوال، لأن قبل أي حاجة المصريين يستحقوا. انا بتفق معاك. واخر حاجه عايزه اضيفها كريم، فكره هنا برضو لان البعض يجي يقول لك ايه، لا الرياضه زمان كانت ماشيه بالواسطه او كانت ماشيه باللي عنده فرصه اكبر. ما فيش حاجه يعني، اسمحوا لي لو حضراتكم تقبلوا ان انا اقول رايي، يعني مش حاجه اسمها كده، لان في الاول وفي الاخر فكره هنا هذا المشروع هو بيعمل على ان كله بياخد الفرصه بتاعته بشكل كامل. لو انت كويس هتكمل، لو انت مش كويس مش هتكمل، اصل ما فيش حاجه اسمها كده. اي عمل، اي عمل في الدنيا ليه جمهور او بيبان للعامه، مفيش حاجة اسمها فيه واسطة، لأن أنت لو مش شاطر ببساطة مش هتكمل. فمفيش الكلام ده أبدا. أنا بشوف أن المشروع ده كمان بيضمن بشكل كبير جدا يعني تكافؤ الفرص، وبيديك مفيش ظلم فيه، مفيش محسوبيات فيه. فبجد بجد حاجة محترمة. وأنا بدعو حضراتكم لو حد عنده أي يعني طفل او حد شايف ان هو يعرف اي حد عنده موهبه في اي رياضه يقدم ليه، لان ده اكيد في الاول وفي الاخر هيفيدنا احنا كمصريين. اخبارنا وتغطياتنا ما زالت مستمره، هنطلع فاصل سريع ونرجع عشان نتعرف بقى مع حضراتكم على اخر المستجدات في فروع النادي الاهلي المختلفه وكمان الصحافه الرياضيه، خليكم معانا. يا اهلا بكل حضراتكم، رجعنا عشان نكمل كلامنا معاكم في حلقتنا النهارده. تعالوا نروح دلوقتي مقر جريدة الشروق، ومراسلتنا نورهان طبعاً موجودة عشان نتابع معها أهم الأخبار في الصحف والمواقع. نورهان صباح الخير طبعاً عليكي، وخلينا نعرف منك آخر الأخبار، اتفضلي. يا صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. هنا زي ما قلت يا نهاوند من مقر جريدة الشروق، نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم. وأول خبر معانا من موقع الشروق، الإعلان عن طاقم تحكيم المباراة الثانية لنهائي دوري سوبر السلة. أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة السلة عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم في نهائي دوري سوبر السلة، اللي هتقام إن شاء الله في 9 مساء على
على صالة حسن مصطفى، واستقرت اللجنة على إدارة البوسني إيديمير زورابوفيتش والصربي الألكسندر جريسيتش، ويساعدهم الحكم الدولي المصري عمرو أبو علو. وتاني خبر معانا من جريدة الرياضية السعودية، وطبعا اهتمامنا دايما باللاعبين المحترفين، وبعنوان حجازي يستعجل العودة. ذكرت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير صادر لها صباح اليوم ان نجم دفاع فريق الاتحاد السعودي احمد حجازي او المصري احمد حجازي بيتدرب بشكل مكثف جدا منفردا في الايام الحالية والقادمة للعودة مرة اخرى للتدريبات الجماعية، رغبة منه للحاق بمباراة الهلال المقرر اقامتها يوم الاحد المقبل في طبعا الدوري السعودي. كمان خلينا نفكركم انه احمد حجازي كان اتصاب بالعضله الضمه اثناء مشاركته مع منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه بالكاميرون. ومن موقع اليوم السابع، ليفربول في مهمه استعاده الثقه امام استون فيلا لمطارده مان سيتي على الصداره. يحل ليفربول اليوم طبعا المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح ضيفا على فريق أستون فيلا في المباراة المؤجلة من الجولة 33 من المسابقة، ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 83 نقطة خلفا لمانشستر سيتي المتصدر حتى الآن برصيد 86 نقطة، وكلا الفريقين يتبقى لهم 3 مباريات. أما بقى آخر خبر معانا من روسيا اليوم هو يمكن تقرير مفصل عن مانشستر سيتي والصفقات القادمة لمانشستر سيتي، في خصوصا كمان طبعا بعد الإعلان عن التعاقد مع هالاند نجم بروسيا دورتموند، وبعنوان هل يتوج أخيرا بدوري الأبطال تشكيلة السيتي حال تعاقده مع هالاند وبوجبا. زي ما قلنا لكم ذكرت صحيفة ذا سان في تقريرها تشكيل متوقع لمانشستر سيتي في حال التعاقدات القادمة للفريق، واللي وصفتها أو وصفها التقرير بالتعاقدات القوية. طبعا زي ما احنا عارفين في الساعات الاخيره اجتاز هالاند نجم بروسيا دورتموند الفحص الطبي لمانشستر سيتي، ويتم التعاقد عن الصفقه في الساعات القادمه. كمان تقرير ذا سان قال ان بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد يقترب من الانضمام ايضا لصفوف مانشستر سيتي، وده يعد طبعا قوه ضاربه لابناء بيب جوارديولا، بالاضافه الى تيريك ميتشل من كريستال بالاس. ويمكن التشكيل المتوقع لذا سان كالتالي: في حراسه المرمى إيدرسون، في الدفاع تاريك ميتشل وروبن دياز وجون ستونز وكايل ووكر، وفي خط الوسط بول بوجبا وكيفن دي بروين وبرناردو سيلفا، اما في الهجوم فهيكون هالاند والفاريز وجاك جريليتش. طبعا ده يعني يمكن تشكيل متوقع زي ما قلنا لكم من ذا سان، وهي تسألت في التقرير هل التشكيل ده يؤهل مانشستر سيتي لتحقيق دوري الابطال طبعا بعد الخروج المفاجئ امام ريال مدريد في مباراه نصف النهائي النسخة الحالية. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر جريدة الشروق، شكرا لكم جدا. إيه ده على طول كده؟ ما نقعد يومين نستنى يومين بين الخبر والتاني، العمر بيجري يا ست الناس، العمر بيجري وأنا راجل بلغت من العمر أرزان وما عنديش كتير. لا كده. وبعدين ده أنا عايز أقول بقين حلوين على الرياضة وأهمية ممارسة الرياضة. لا يبقى يلا. شفتي بقى إزاي؟ وده موضوع أنا عارف إن هو يهمك جدا. جدا. طيب إحنا دايما بنكلم حضراتكم عن أهمية ممارسة الرياضة، ودايما بنأكد على إن الرياضة اللي عايز يمارسها هيمارسها حتى لو هو في مكتبه وهو في بيته وهو في شغله في اي مكان في الدنيا. مش كل الناس عندها القدره الماليه على الاشتراك في جيمات او ان هم يكونوا اعضاء في نادي رياضي ما، يعني باقل الامكانيات وبابسط الملابسات تقدر تمارس الرياضه لو حضرتك عايز تعمل كده. كابتن محمود فوكس كتر خيره هيساعدنا في هذا الامر وهيعرفنا على مجموعه من التمارين اللي ممكن كلنا نعملها حتى في البيوت اونلاين، كله اونلاين دلوقتي تقدر تعمل كل حاجه. وهنشوف معاكم هذا التقرير، نطلع فاصل نرجع نبتدي معاكم بقى فقرات الحواريه، خليكم معانا. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير جماهير النادي الاهلي العظام، صباح الخير جميع اعضاء النادي الاهلي بكل فروع. النهارده يا جماعه بمناسبه اجازه العيد كل سنه وانتم طيبين، خلصت بسلام والحمد لله، ويا رب يديكم الصحه دايما يا رب، وكل سنه وانتم طيبين. النهارده بنتكلم على موضوع مهم جدا الناس كلها كانت طالباه مننا. انا طالع بعد رمضان يا كابتن وطالع بعد العيد، عندي كرش، عندي دهون، عندي مشكله ان انا عندي تخمه وزياده كثافه دهون في الجسم بسبب طبعا الكحك، بسبب الرنجة، بسبب اكلات رمضان، بسبب الكلام اللي احنا كلنا عارفينه. طب نعمل ايه؟ عشان كده النهارده جينا النهارده نكلمكم في حلقه مهمه جدا، ايه هي التمارين الفتنس والسويدي اللي ممكن تعمل في البيت من غير ما اروح الجيم، اللي ممكن تنقص كثافه الدهون عندي وتعمل حرق للدهون. تيجي تعالوا النهارده نشوف مع بعض ايه هي ممكن تكون التمارين دي، وحتى اللي بيشوفني دلوقتي وقاعد في البيت ممكن يقوم ويقلدني او يشتغل معايا على اساس ان احنا نشجع كلنا بعضينا. يلا بينا نشوف. اول تمرين يا جماعه
معانا تمرين الهاي ني. لو مش عندي ستيب في البيت ممكن اشتغله من غير ستيب، لو عندي ستيب في البيت ممكن اشتغله بالستيب. ممكن نشوف من غير ستيب ازاي الاول، ان انا ممكن اعمل هاي ني ثلاث مجموعات، كل مجموعه لمده 60 ثانيه. انا هشتغل زي ما انا شغال كده، بحط ايدي على اساس ان تبقى تارجت اطلع المس وانزل زي ما انا شغال كده معايا. بطلع سيدي قدامي باخد نفسي عادي وبنزل. اوكي، تاني مجموعه انا ممكن او تاني تمرين ممكن اعمله تمرين الجامبنج جاز. تمرين الجامبنج جاز ده من التمارين المهمه جدا اللي انا بعمل فيه توازن عضلي عصبي او توافق عضلي عصبي ما بين الجزء اللي تحت والجزء اللي فوق. تعالوا نشوف مع بعض. يلا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ده التمارين المهمه جدا في الفتنس وحرق الدهون. التمرين التالت معانا، لو انا برضو عندي ستيب ممكن استخدمه، لو انا مش عندي ستيب ممكن ما استخدموش. احط ايدي بس على الستيب زي ما انا شغال كده، وفرت جسمي اكن اعمل تمرين البوش اب او الضغط. هشتغل ازاي؟ لو انا لسه بيجنر في الاول اتعلمه اعمله ازاي، بتلخبط يا كابتن مش عارف اعمله. اعمل 1 2 3. التمرين ده مهم جدا، تمرين البطن، تمرين السويدي والفتنس اللي تحرق الدهون كلها في الجسم. طب لو انا ادفانس وبعرف اعمله بسرعه، اشتغل كده 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ده من التمارين المهمه جدا لتمارين عضلات البطن، وفي نفس الوقت منطقه الرجلين ناس بتشتكي من الفخذ يكون فيها دهون او ارداف. طيب التمرين الاخير اللي هنعمله تمرين اللي هو بوش اب بول اب كده زي ما انا شغال. بعمل عده بوش اب وافتح رجلي واقفل، وافتح رجلي واقفل، انزل عده بوش اب ضغط وافتح رجلي واقفل 5 6 7 8 9 10. لو انا لسه في البدايه ممكن اعمل بس 3 مجموعات في 10 التمرين دوت. لو انا واحد ادفانس ممكن اعمل اكتر من كده، او الفيتنس بتاعي يسمح لي ان اعمل اكتر من كده، ممكن نعمل 3 مجاميع في 20 تكرار. النهارده يا جماعه حاولنا نقدم لكم اقل باقه وافضل التمارين اللي ممكن تعمل حرق للدهون. ببساطه انا كنت معاكم النهارده، يوم تاني ان شاء الله مع بعضينا، وكل سنه وانتم طيبين. مع الف سلامه. فعاليات اليوم الاول لكاس العرب الاولى للمضمار، حدثين مهمين انها تقام لاول مره. تاني حاجه انها بتقام على مضمار القاهره العالمي في وسط استعداداتنا للبطوله الافريقيه ان شاء الله، المؤهله لبطوله العالم ومؤهله اولمبياد باريس 24. الحمد لله حققنا النهارده من 10 سباقات 9 ميداليات ذهب، كسبنا 9 ميداليات ذهب وستة فضة وثلاثة برونز. احنا عاملين اكتساح للبطولة كلها. المنافسة قوية جدا بيننا وبين الجزائر على زعامة افريقيا، بيننا وبين الامارات، لان الامارات ممثلة اسيا ومن اقوى دول اسيا في لعبة الدراجات، والحمد لله قدرنا نتفوق وعملنا انجاز كويس. انا سعيد اليوم الحقيقة في تواجدي اليوم في هذه البطولة الاولى بالنسبة لنا، كأس الاتحاد العربي للمضمار. سباقات المضمار مهمة جدا بالنسبة للدراجات وللدراج نفسه، يعني انه يحاول يبدع ويفوز في سباقات، لان فيه سباقات متعددة وفيها منافسات كثيرة الحقيقة.
تتيح الفرصة لأغلب المشاركين في تحقيق ميداليات لهم. اليوم شاركنا عدة سباقات اللي شاركت فيها أنا، منها السكراتش وفيها الانطلاقة والفينيش 60 لفة، حصلت على الميدالية الفضية، وكما نقول يعني زين حتى المضمار هذا زين الجديد اللي عملوه هنا في مصر، والحمد لله كانت المنافسة زينة، ما كان كثير لاعبة، بس بالنسبة لنا احنا الجزائريين كان بعد تحضير البطولة الإفريقية بعد شهر إن شاء الله، وإن شاء الله يكون أو يتحسن المستوى في العرب، إن شاء الله نزيد نطلع مستوى أكثر إن شاء الله. أنا شاركت في سباق الإقصاء والحمد لله حققت مركز أول، والحمد لله حققنا تقريبا كل الذهب، يا ميدالية بس اللي راحت مننا النهاردة في السباقات بس، وكنت محقق الذهبية في سباق الإقصاء النهاردة، هي أول بطولة كأس عرب اتعملت، فهي كله النهاردة أول مرة يشارك في البطولة دي بس، فإحنا الحمد لله إحنا أبطال في البطولة العربية، إحنا أول عرب وأبطال في البطولة الإفريقية الحمد لله. بطولة أول مرة تتعامل بطولة كأس عرب في مصر، بس احنا أصلا متعودين على تنظيم البطولات، مش أول مرة ننظم بطولة تراك ولا طريق كمان، يعني بننظم طريق وتراك، وتنظيم بتاع البطولة كويس الحمد لله تمام. والنهاردة حققت مركز تاني في سباق السكراتش، وحققت كمان مركز تاني في سباق الإليمينيشن وتيم سبرنت، خدنا أول كذا مرة. شاركت في بطولة المضمار في مصر، كل التنظيمات جيدة وممتازة جدا، ويعني كل مرة في كل مشاركة نكتسب خبرات جديدة، وإن شاء الله في بطولة قادمة أو في الأيام القادمة نحصل على نتيجة أو ميدالية ذهبية إن شاء الله. وكل التنظيمات جيدة الحمد لله. هذه مو بأول مرة أشارك في مصر، ثالث مرة أرجع لها بحق بطولة في المضمار، ودوم أتشوق لبطولات المضمار من الاختصاص اللي أحبه، وحققت اليوم فضية وذهبية، فضية وبرونزية، فبداية موفقة لنا، لكن أطمح للذهبية إن شاء الله في الأيام الجاية، إن شاء الله عندي سباق في آخر يوم، وإن شاء الله فالنا التوفيق. امبارح انطلقت زي ما حضراتكم سمعتوا في التقرير كده بطولة كأس العرب لدرجات المضمار بالقاهرة، هنتكلم أكيد عن تفاصيلها وهنتكلم عن أهميتها ويعني كل ما يشغل بال حضراتكم، لأن هي يمكن مش قديمة كتير قوي في مصر، لكن مؤخرا بقى في بطولات بتتعمل وبقى في كمان رانكينجز بنوصل لها. خلينا نرحب بدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للدرجات. بونجور يا فندم، صباح الفل. اهلا بيك. سعداء بوجود حضرتك معانا، صباح الفل وكل سنه وحضرتك طيب يا فندم. صحه وسلامه يا فندم. عايزين في البدايه طبعا يعني اكيد هنتكلم مع حضرتك عن كل تفاصيل هذه البطوله وعن حصاد ابطالنا، طبعا البطوله انطلقت بالامس فاول يوم اكيد نتج عنه حصاد ما لابطالنا، بس قبل منها بعد اذن حضرتك عايزين نتكلم شويه عن فكره ان في اخر كام سنه كان كلنا لمسنا وشاهدنا والعالم كله شاهد هذا الامر، ان حصلت طفره انشائيه رياضيه في مصر نتج عنها ان مصر استضافت في اخر كذا سنه بطولات وفعاليات عالميه بالمعنى الحرفي للكلمه، حسن الاستضافه ونالت استحسان كل اللي شاركوا فيها وحتى الصحافه العالميه، فالى اي درجه هذا الامر طيب انعكس بالايجاب على شغل الاتحادات الدوليه؟ اكيد انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اولا احنا كاتحاد دراجات كنا بنلعب لعبه واحده، يعني برانش واحد في الدراجات اللي هو سباقات الطريق، لان سباقات الطريق دي مفتوحه وما بتستخدمش، ما لهاش منشاه بتاعتها الطريق، فكنا بنلعب، لكن احنا عندنا 11 برانش 11 فرع في رياض الدراجات، فابتدينا يعني خلال سنه خلال احنا لا احنا السنوات اللي فاتت كلها كنا طريق، لكن السنه اللي فاتت انتهى حلم من يعني من احلامنا احنا ان يتبني، ينتهي بناء، لانه بقى له فتره بيتبني عاد سنوات طويله لكن ينتهي انشاء اكبر مضمار موجود في الشرق الاوسط في المنطقه العربيه في افريقيا. فين مكانه يا فندم؟ في الاستاد. في الاستاد ما تلاقي في الاستاد على طول، وانت داخل باب الاستاد مكتوب مضمار القاهره للدراجات. تمام.
فده طبعا في كل المواصفات العالمية، عشان كده بقى هو محور البطولات في هذه المنطقة، سواء على مستوى أفريقيا سواء على مستوى المنطقة العربية. يمكن حضراتكم برضو يعني كنت معاكم في كنا بنتكلم على بطولة العالم للناشئين اللي من عملناها فترة في سبتمبر اللي فات، وكانت أكبر بطولة يمكن رغم إن احنا أول مرة، لكن كانت أكبر بطولة عالم. أيوه. في الناشئين اتعملت على مستوى العالم، وأشاد بها رئيس الاتحاد الدولي ديفيد لابارتيان، كانت حاجة جميلة يعني. فإذا المنشأة زي ما بتقول إن المنشآت الجديدة أكيد عملت طفرة رياضية بالذات عندنا احنا في رياضة الدرجات. وزي ما قلت قبل كده عندك انت سباقات طريق فيها ثلاث ميداليات، انما سباقات المضمار دي فيها 22 ميداليه. فاحنا الحمد لله مستوانا بتحسن جدا جدا، بدليل ان احنا يعني مصر هي الاول على العرب بلا يعني منافس دلوقتي. في افريقيا برضو كذلك منافسه كبيره قوي، لكن احنا برضو متصدرين الحمد لله افريقيا في المضمار. تعالى زي ما انت قلت امبارح كان في يعني زخم كبير قوي، كان اول يوم كان حوالي 10 مسابقات قويه جدا، كان في تنافس شديد بين ثلاث دول على الاقل، كانوا هم مصر والجزائر والامارات. الامارات عندها برضو مضمار بنيه مضمار، بس طبعا مش نفس المستوى بتاع المضمار بتاعنا، لكن عندها مضمار وعندها اللعيبه بتتدرب، فالتنافس كان قوي جدا. لكن اللي يسعدك يعني ويسعدنا كلنا ان احنا يعني مصر في العشر سباقات هي واخدة 9 ميداليات ذهب، يعني 9 من العشرة. حلو جدا. يعني والتسعة ذهب. 9 ذهب ده بالإضافة إلى يعني في سيطرة مصرية الحمد لله. زائد كمان واخدين حوالي 4 أو 5 ميداليات فضة وميداليتين برونز في نفس الوقت، يعني ممكن يبقى اللاعب الأول هو مصري اللي واخد الذهب والتاني برضو الفضة هو مصري. فبالتالي كان في يعني امبارح قعدنا حتى كنا فرحانين، كل الناس كانت فرحانه ان النشيد الوطني المصري يعني 9 مرات اكتر من 9 مرات. حلو. هو الاعمار بتبقى ايه برضه يا دكتور؟ والله الكاس العرب ده زي ما حضرتك قلتي هو اول مره الكاس الاول، يعني احنا طبعا عشان ننمي اللعبه لازم نزود المسابقات ونعمل مناسبات كبيره. فانشانا كاتحاد عربي انشانا دي بطوله جديده واول مره تعمل واتعملت في مصر. الاعمار مختلفه، يعني هو السباقات اللي اتعملت للكبار وللناشئين وللسيدات وللرجال، عشان كده عددهم كبير يعني عدد المسابقات. بس هي بتحتاج بريبريشن قد ايه يعني، او ان انا عشان استعد مفروض اقعد اتمرن قد ايه، ولازم يكون عندي هيستوري رياضي، ولا ممكن فجاه كده انا فكرت ان انا اخش يمكن يبقى عندي التالنت وخلاص؟ يعني هل هي زي الرياضات التانية محتاجه من سن مبكر، ولا الموضوع مش كده؟ شور طبعا اي رياضه او اي لعبه، بالذات احنا كمان بالعكس احنا محتاجين اكتر. يعني طبعا الموهبه مهمه جدا، البنيان البدني مهم جدا. كل لعبة لها مواصفات بتبقى عايزة يعني شكل معين حتى في اللاعب. لكن اللي أنا عايز أقوله لك طبعا بيبقى فيه إعداد، حتى المضمار بيبقى إعداده الأول، بيبدأ إعداد بدني وبعدين بعد كده بيبدأ بيتدرب على الطريق وبعدين يخش على المضمار. ان شاء الله انا يعني وعدتوني تزورونا هناك ان شاء الله. ده كان من سنه ولسه ما عملناش ده. نتشرف. لا لازم تيجي. كريم احسن واحد تاخد منه كلام، ده احنا نتشرف، ده احنا والله نتشرف، ده احنا ننبسط قوي. ان شاء الله ان شاء الله. وبقابلني لو شفته. لا ان شاء الله تكونوا موجودين عندنا، يا ريت تشرفونا بكره اليوم النهائي. يعني ده تقريبا امتى؟ لان احنا هيبقى شغالين من 9 كل يوم، من 9 ل 12 ده ميعاد الهوا بقى. شوف وميعادين من 3 ل 5 كل يوم، دي السباقات ميعاد الراديو بقى. شوف الراديو يعني مش مكتوب لنا يا فندم، مش مكتوب لنا. نرتب موعدنا معاكم ان شاء الله بعد. بس والله يعني حتى لو ما قدرناش يعني نحضر، بس اكيد بنسعد. يعني الكلام اللي حضرتك قلته من شويه يسعد اي حد، فكره ان في سيطره وهيمنه مصريه على كل الميداليات شيء عظيم. احنا بنتكلم على رياضه يعني درجة قوي وموجودة قوي، وحضرتك كنت بتتكلم مع نهواند من شوية وجات سيرة الموهبة من ضمن متطلبات ممارسة هذه الرياضة. أنا كنت قاعد مبتسم قوي ليه؟ وحضرتك بتقول الجملة دي أنا
فلاش باك كده لمشاهدات يعني حياتيه سابقه. احنا عندنا شويه ناس في مصر مش بيلعبوا بقى بشكل احترافي، ممكن تلاقي واحد مثلا ايه مكواجي راكب عجله وماسك الحاجات وسايق زي الفل. الناس اللي بيبقوا شايلين طبال العيش على راسهم ده مش موجود في اي حته في الدنيا غير عندنا يا دكتور. فالمفروض ده ينتج عنه درجات بوبولار سبورت يعني رياضه شعبيه. طبعا طبعا. لكن طبعا زي ما انت فاهم يعني هي الهواند برضو فاهمه اكيد ان احنا عندنا في المستوى البوبولار وده جميل، وفي بقى نوع ثاني بقى وفي بقى اللي هو بقى اللي انت بتخش بقى ان انت تبقى تخش في دور البطوله. طبعا ده قصه وده قصه بديل. لكن طبعاً الحب بقى بس هو ده المقومات موجوده عند اغلبنا ده اللي اكيد عايزه. اكيد اكيد. يعني احنا عندنا كمان بص بقى ميزه المضمار ده ايه بقى ان انت في الطريق بتبدا من 14 سنه، انت عندك هنا بتبدا من اقل من كده. فبتدي مساحه كبيره جدا للشباب الصغير اللي طالع يلعب، دي نمره واحد. نمره اثنين ان انت النهارده السكيورتي والسيفتي مهمه جدا، يعني انت في الطريق برضو بالذات في بلادنا احنا الطريق ما بيبقاش فيه سيفتي جامد، يعني انت عارف عندنا ما فيش طرق مخصصه. ان شاء الله بدات الدوله في المدن الجديده يعني تهتم بهذا ويبقى فيه خط سير خاص بالدراجات، لكن يعني لسه ما انتشرش في كل انحاء الجمهوريه. لكن المضمار ده بقى هو ده يعني زي انت زي حمام السباحه، يعني زي ما قلنا قبل كده تقدر انت مثلا ابنك ولا بنتك تقدر تجيبها وتسيبها وتروح شغلك وتيجي تاخدها. في الطريق لا، لو انت عايز ترافقها هتفضل معاها ساعتين ثلاثه اربعه راكب عربيتك وماشي وراها لغايه اسكندريه لغايه الاسماعيليه. فطبعا دي ده مجال كبير جدا بالنسبه لنا ان رياضه الدراجات تبقى قويه في مصر ومنتشره في مصر بالذات دراجات المضمار، لان كمان بتدي فرصه لاولياء الامور، تدي فرصه للجمهور انه يجي يقعد على السيتس يقعد يتفرج، يبقى قاعد يتفرج مش ماشي بعربيه ورا. وبالمناسبه من ضمن المسابقات في عالم الدراجات بيبقى في مسابقات مخصصه للطرق الوعره. هم زي ما قلت لك عندنا 11 يعني 11 احنا عندنا، بس احنا في مصر بنلعب اربعه، يعني كنا بنلعب لعبه واحده حاليا بنلعب اربعه اللي هو الطريق والمضمار اللي احنا فيه دوت، وعندنا الدراجه الجبليه اللي اسمها ماونتين بايك. دي صعبه قوي دي. دي جميله والله، عملنا بطوله بس عايزه لياقه ونفس ويعني ده ناس كتير جدا غاويينها بالذات بره، يعني تلاقي في جنوب افريقيا تلاقي في كينيا عشان جبال وحاجات زي كده بتلاقي ناس كتير قوي غاويينها. احنا عندنا محميه وادي دجله في المعادي عملنا فيها بطولتين كانوا في منتهى كانوا ناجحين جدا. وعندنا هنا بقى اللي بتتكلم فيه في مواهب كتير قوي في الماونتن بايك ده اللي هم غاويين بقى، هو غاوي ورايح لوحده احنا بنلقطهم بقى المواهب دي ونبتدي ننميها. في كمان البي ام اكس اللي هي دي بتبدا من 6 سنين او 5 سنين بالنسبه للعيبه. عندنا المضمار اللي عاملينه في مدينه المستقبل عملناه مع الجيش، فاحنا عندنا والباراسايكلينج اللي هي دراجة المعاقين، يعني دراجات المعاقين، دول الخمسة اللي احنا شغالين فيهم. السايكل كروس اللي انت اللي بتقول الطرق الوعرة بتبقى عايزة حاجة سبيشال، عايزة طبيعة معينة. اوروبا لانها بتبقى عايزة بقى مطرة شديدة وبنعملها دايما في الشتاء. يعني احنا في كاتحاد دولي احنا في بطولة العالم اسمها سايكل كروس، دي بقى بتبقى اللي موجود، دي بقى انت ممكن ما تعرفش اللاعب تلاقيه طالع مطين ويعني حاجات جميله. يعني في العاب ثانيه اللي هي الدراجه في الصاله، الاندور سايكلينج، في سايكلينج بول بتبقى برضو بيلعبوا بالكوره بالدراجه، في انواع كثيره. بس انا احنا الخمسه الرئيسيين الحمد لله دلوقتي بقينا مشتركين فيهم. جميل. طب السيدات بقى والرجال مين اشطر بصراحه؟ هقول لك على حاجه، احنا عندنا طبعا فتره كبيره ما كانش عندنا سيدات، لكن دلوقتي هم متميزين شويه. يعني لما تشوفي يعني لما تتفرجي على التتويج، لا التتويج يعني امبارح كان بتوعنا السيدات بتوعنا كانوا مالين المنصه، كانوا مالين المنصه واخدين ذهب، واخدين يجي 5 ذهب والاولاد والرجال قد ايه؟ 4 ذهب. اربعه ده هنتكلم يعني. بقى يعني كله يعني يعني انت كسبت كريم اهو خلاص. لا بس فعلا في طفره مؤخرا في فكره الرياضه النسائيه، ده اللي عايزه اقوله، لان التوجه اختلف وفكره الثقافه بالتالي اختلفت في المجتمع. بقاش البيوت تخاف على بناتها، بالعكس انا عايزه بنتي تطلع رياضيه وتبقى بطله، وشفنا الاولمبيات اللي فاتت والبارالمبيات كمان السيدات هم اللي جايبين الميداليات اكتر، وفي رياضات برضو عنيفه يعني زي المصارعه وغيره. فعشان كده كنت متاكده ان السيدات
المشاهدات هتبقى اكتر. لا في يعني احنا عندنا كمان ابتسام زايد يعني تاهلت للاولمبياد مرتين يعني جميل. وحتى في مره ما كانش عندنا المضمار اصلا، ما كانش جاهز، ما كانش مبني، تبعتها بره تاخد تعمل معسكرات بره جنوب افريقيا واوروبا سويسرا وتشترك في بطوله العالم وتشترك في الاولمبياد. صحيح ما وصلناش للمستوى العالمي الاولمبي، لكن بس وفقا للامكانيات يعني وصلت لحاجه محترمه جدا. بالظبط. الجديد ان ما هياش بقتش لوحديها، يعني اصبح النهارده عندنا شويه بطلات طالعين صغيرين ممتازين. يعني امبارح بقول لهم انا يعني مثلا كان في 9 على المنصه منهم 6 مصريات ما شاء الله، 9 موجودين 6 مصريات، فشيء مشرف حاجه عظيمه يعني. جدا. دلوقتي لو اي حد من اولياء الامور من الاهالي عنده ابنه شايف انه ممكن يصلح لممارسه الرياضه دي، عنده الاستعداد، متميز في ركوبه للعجل طبعا بشكل غير احترافي، لكن عنده الـ يعني ايه ما يستدعي ان هو لا ده احنا بقى لازم ايه ناخده لصعيد تاني وندخل فيه بشكل بروفيشنال ويمارس الرياضه دي، يعملوا ايه الناس دي؟ والله شوف احنا عندنا يعني طريقين. الطريق الاول ان هو اللي كان في محافظه بعيده عندنا منطقه للدراجات وعندنا انديه، فهو يعني لو اتصل بينا هندله على طول يعمل ايه ونقول له يروح لبين ويتبناه هناك. احنا انا بالذات متبني الجيل الجديد. طب رقمكم ايه يا فندم؟ هيتصل فين؟ لا ده سهل قوي، ده سهل قوي. طب قوله. في كل حته موجود يعني في يعني ممكن يجيبها من جوجل مثلا. يكتب ايه بقى؟ في الجول هيكتب ايجيبت على طول، ايجيبت.com هيجي له على طول، cyclingegypt.com يعني سهل قوي. والمقر بتاع الاتحاد داخل الاستاد. في الاستاد. المقر بتاعنا في استاد القاهره. في مبنى الاتحادات الرياضيه، لو احنا عاملين لجنه كبيره جدا عندنا اسمها لجنه الدراجه للجميع. دي بتشتغل لكل الناس اللي هي جروبس اللي انت بتشوفها، ابتدى جروبس تكتر، ابتدينا يبقوا تحت الامبريلا بتاع الاتحاد المصري للدراجات. الفتره كمان اللي فاتت يمكن اكتر من سنه او اقل شويه من سنه كذا مره لو تفتكر ان هوند كنا بنعمل تقارير عن مبادرات رئاسيه برضو معنيه بموضوع الدراجات تحديدا. تمام. احنا عندنا يوم 3 كان اسمه حاجه درجتك. عندنا يوم 3 مع السيد الوزير اشرف صبحي، الدكتور اشرف صبحي. وعندنا اجتماع النهارده الساعه 3:30 معاه ان شاء الله. بنعمل حاجه يوم الدراجه العالمي، بنعمل حاجه زي اللي انت بتتكلم عليها دي. أوكي. يعني وزاره الشباب والاتحاد المصري للدراجات مشتركين في ان هم يعملوا يعني سباق كبير هيكون موجود في يبدا من المدينه الاولمبيه اللي هي موجوده في العاصمه الجديده، هيبقى في نشاط لغايه يعني. فين بقى؟ هو احنا عاملينه حوالي 21 كيلو. والله 21 كيلو. وهنعمل شويه استعراضات. احنا لو مشينا كيلو يبقى كويس. لا 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 بنهج واحنا قاعدين. لا والله على فكره مع التدريب يعني انت بتستصعب الامر، لكن لو بدات فيه مش هيبقى صعب. 21 كيلو يا دكتور ده كتير قوي. ده 21 كيلو انت عارف، ده اللي بنتعب بالعربيه. انت عارفه حضرتك سباقات ال يعني مثلا بطوله العالم تبقى كام؟ 200 كيلو 210 220 كمان. وعلى ايه يا جماعه كلها؟ يعني في يعني احنا كنا بنعمل في تور دي جيبت اللي هو طواف مصر يعني من القاهره اسكندريه 210 كيلو. بس بتريحوا في النص؟ مفيش تريح، هو هناك وان شوت على طول. تبقى نقطه انطلاق من المحافظه ونقطه الوفاه في المحافظه الثانيه. ده لو كملت للوفاه هناك. ابطال كتير موجودين. وفي يعني لكن عايز اقول لك على حاجه يعني هو ده اللي يهمني اللي انت قلته جميل واللي انت برضه هي ان في النهارده طفره كبيره قوي في رياضه الدراجات في مصر. دي الحقيقه يعني. طفرة كبيرة سواء مننا احنا كاتحاد مصري للدراجات، سواء من الوزارة والسيد الوزير، سواء من الشعب نفسه برضو عشان نقول الحقيقة يعني كل الناس ابتدت تهتم بيها. الرياضة كمان الرياضة عامة في العموم دي حاجة ملحوظة. وبعدين انت عندك لازم الرياضة بيلعبها كل الأعمار. صحيح. من أول 5 سنين لغاية 70 سنة. صحيح. فبالتالي بتبقى مشهوره وبوبولار بين الناس كلها يعني. والله بعد ال70 كمان يا دكتور عايز اقول لك يعني عرضنا نماذج يعني كتيره كده. يعني في ناس انا ليا اصدقاء في اوروبا يعني 85 سنه كل يوم بيعمل. انت زعلانه عشان واحد مستكتر 21 كيلو؟ والله هو بيعمل كل يوم 70 كيلو. عقبال ما نوصل احنا كمان للثقافه دي وللفكر ده والنمط الحياه ده. اقول لحضرتك على حاجه، انت اديله الاول
الانفراستراكشرز هو اشتغل لوحده بالظبط. زي مثلا ما تيجي مثلا في المدن الجديده او في حتى الكومباوندز، وده الفكر اللي احنا عايزين نقوله برضو الناس اللي بيبنوا كومباوندز، يبقى في تراك للدراجات اوتوماتيك انت لوحدك هتروح رايح. صحيح. يعني بس من غير انفراستراكشرز مش هتقدر تشتغل، هتروح فين؟ هتمشي في مع العربيه. بس ادينا ماشيين في الطريق. لا بدانا الحمد لله، نقدر نقول بدانا كويس قوي ان شاء الله. شكرا لك يا دكتور جدا بجد والله بالتوفيق، ومش هنوعدك المره دي ان احنا هنشارك عشان نبقى صادقين. لا عشان المره اللي فاتت وعداك، بس يعني لا ان شاء الله في يوم على الاقل ان شاء الله هحاول ابعت لكم سي دي تتفرجوا عليه، هتبقوا سعداء بيه، تشوفوا المنظر وتشوفوا المجمار حاجه جميله ان شاء الله. وكل التوفيق، بطوله مهمه جدا يعني، التوفيق لمصر باذن الله ان شاء الله. ويوم يا ريت برده قناه الاهلي تشرفنا يوم 3، هيكون في مهرجان كبير قوي يوم الدراجة العالمي 3 يونيو، وان شاء الله برضو هنبقى نعمل حاجه كبيره قوي بمناسبه 30 يونيو ان شاء الله تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ان شاء الله موفقين يا دكتور سعداء، وجود حضرتك معانا والمزيد من النجاحات والميداليات ان شاء الله. الله يخليك، انا بشكر قناه الاهلي على اهتمامها بالدراجات يعني. طيب احنا هنروح فاصل ونرجع بقى مع الاستاذ علي البحيري الناقد الرياضي، ان في كلام كتير اكيد عايزين نتكلم معاه بعد الفاصل. يا اهلا بكل حضراتكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. طبعا زي ما حضراتكم اكيد عارفين ومتابعين، الدنيا ولعه بالمعنى الحرفي الشهر ده في اوروبا، المنافسات الاوروبيه على اشدها، وفي كمان دوريات اتحسم فيها بالفعل اللقب، لكن يعني لسه البعض الاخر لم تحسم فيه الامور حتى هذه اللحظه. وكمان عندنا كمان نهائي دوري ابطال اوروبا بين ريال مدريد وليفربول، ملفات عديده هنفتحها وهنتكلم في كل تفاصيلها مع ضيفنا العزيز اللي منورنا الناقد الرياضي الاستاذ علي البحيري. صباح الخير على حضرتك واهلا بيك. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. صباح الفل. صباح الفل، نورنا طبعا. وزي ما كريم بيقول كده ملفات كتيره جدا، وخلينا كده الاول ناخد تقييمات يعني الريال وبعدين باريس سان جيرمان واللي بيحصل والتوقعات اللي كانت مختلفه تماما عن ارض الواقع، يعني خلينا نبدا من هنا. ممكن نبدا ان ريال مدريد اللي حصل السنه دي في ريال مدريد هو يعني اختلاف كلي عن الموسم اللي فات، مع قدوم كارلو انشيلوتي طبعا المدير الفني الايطالي لريال مدريد، حصل طفره كبيره جدا في الفريق. يمكن ريال مدريد السنه دي هو بطل الدوري الاسباني، وصل نهائي دوري ابطال اوروبا، مطلع اكتر يعني اقوى فرق في البطوله، مطلع باريس سان جيرمان وتشيلسي، ومطلع مانشستر سيتي الفرق المرشحه لللقب بالظبط. فيعني تشيلسي هو حامل اللقب، وقبليه وباريس سان جيرمان برده من وصل فاينل، ومانشستر سيتي برده وصل فاينل قبل كده، وصل سيمي فاينل، ففرق قويه جدا وبطل الدوري الانجليزي او قرب من الدوري الانجليزي. فاعتقد ان ريال مدريد مشواره كان صعب جدا، لكن هو فريق عنده شخصيه، فريق يستحق ان هو يكون موجود في النهائي، وكمان بطل الدوري الاسباني. فاعتقد ان المجموعه اللي موجوده دلوقتي كريم بنزيما ورودريجو وفينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش وتوني كروس، يعني عديد من اللاعبين موجودين في ريال مدريد، فعلا فريق حصل على اكتر فريق حصل على دوري ابطال اوروبا 13 مره في اوروبا، هو فريق طبعا كبير جدا وتاريخ كبير. فاعتقد ان مشواره كان صعب، لكن هو يستحق التواجد في صحيح الموسم ده. الموسم طبعًا اللي فات كان غريب جدا صح. دي حقيقه. طب رايك ايه على ذكر ريال مدريد، رايك ايه في التصريح اللي قاله محمد صلاح وامنيته ان هو يعني يلتقي في النهائي مع ريال مدريد من منطلق ان في طار بايت على حد تعبيره؟ محمد صلاح طبعا لاعب محترف، لاعب ذكي، هو عارف هو بيقول ايه، طبيعي ان هو بيصدر ضغط على فريق ريال مدريد، طبيعي ان في طار بايت 2018 لما ريال مدريد كسب ليفربول 3-1 في نهائي تشامبيونز ليج، فاكيد اكيد ليفربول ليه طار مع ريال مدريد، واكيد محمد صلاح ليه طار مع ريال مدريد لانه اتصاب في المباراه دي من سيرجيو راموس. كان من راموس، كان في كتفه، جاله خلع في الكتف، زعلت كل طبعا اكيد زعلتنا كلنا. فاكيد محمد صلاح نفسه ياخد دوري اوروبا ثاني، دوري ابطال اوروبا ثاني مع ليفربول، وطبعا يعني ياخد بطوله جديده او بطوله تاريخيه جديده مع ليفربول. وكمان النهائي طبعا هيبقى صعب جدا ريال مدريد وليفربول، فريقين كبار يعني ليفربول من اقوى الانديه الاوروبيه بالزبط. السنه دي بينافس على الدوري الانجليزي لحد اخر نفس، ووصل برده لكل النهائيات المتاحه، عنده برده كذا بطوله ممكن يحسمها. فاعتقد ان مشواره يمكن ما كانش اسهل من يعني كان اسهل من ريال مدريد، لكن في الاول وفي الاخر ريال مدريد وصل النهائي وليفربول وصل النهائي، فريقين كبار. محمد صلاح طبعا عنده مجد شخصي عايز يحققه، وطبعا عنده طبعا مشكله العقد وتجديد عقده مع ليفربول. فاعتقد ان محمد صلاح اللي عمله ده هو بيصدر الضغط لليفربول لريال مدريد، وتصدر كل عناوين الصحف الاسبانيه بتصريحه ده، فهو اعتقد ان هو لعيب ذكي.
طب ما تيجي نتكلم عن المدير الفني هنا وهنا، نتكلم عن أنشيلوتي ويورجن كلوب ونعمل مقارنة برضو بسيطة، يعني سيبك دلوقتي من الفريقين واللعيبة، بتشوف المقارنة ما بينهم مين اللي ممكن زي ما بيتقال عليه يحسم القبضة أو يحسم المباراة نفسها؟ يعني هي لو أنا هتكلم كواحد محلل أو كواحد مشجع بتفرج على ماتش ريال مدريد أو ليفربول، صعب نتوقع نتيجة وصعب نقول مين مدير فني يقدر يحسم. ليه بقى؟ لأن أنشيلوتي مدرب كبير، حقق دوري ابطال اوروبا مع اكتر من نادي طبعاً، وحقق خمس دوريات في خمس دوريات كبرى، هو المدير الفني الوحيد في التاريخ اللي حقق خمسه دوري يعني في كل الدوريات الكبرى، فاعتقد ان هو مدرب كبير جدا يقدر يكسب البطوله. نفس الوقت يورجن كلوب خد اللقب مع ليفربول، وبرده هو مدرب تاريخي من خمس سنين في ليفربول، غير شكل ليفربول طبعاً، خلاه بطل الدوري الانجليزي وبطل دوري ابطال اوروبا وبطل الكاس سوبر اوروبي وبينافس على كل البطولات. فانا اعتقد ان احنا قدام اثنين مدربين عباقره، يعني انشيلوتي او يورجن كلوب هم يعني اثنين فعلا مواجهه تاريخيه بين ليفربول وريال مدريد وبين انشيلوتي وبين يورجن كلوب. فانا اعتقد ان المباراه صعبه جدا، وفي نفس الوقت ما اقدرش اتوقع مين ممكن يكسب. كل فريق قادر كفريق كلاعيبه وكمدير فني، فهتبقى مواجهه كبيره جدا ومواجهه صعبه كلنا هنستمتع بيها. صحيح. نرجع للنقطه اللي ساعات بتتسمع وبتتقري وبتتشاف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفه، تعليقات البعض على محمد صلاح، ان مع التألق الكبير اللي هو متألقه مع ليفربول في كل المنافسات اللي بياخدها مع هذا الفريق، ويجوا يقارنوا بين اللي بيحصل مع محمد صلاح مع المنتخب، في ناس بتشوف ان لا ده ما ينفعش يبقى في مقارنة اصلا لان المعطيات مختلفة تماما، وكلام بيبقى ماشي في سكة ان لا طب بصوا مين اللي حواليه في ليفربول وبيخدموا عليه ازاي بالتعبير الدارج بالمقارنة بالمنتخب. انت شخصيا بتشوف ايه في الحكاية دي؟ انا شايف ان في الحقيقة محمد صلاح مع المنتخب مش هو محمد صلاح مع ليفربول، ده واضح جدا في ادائه، سواء في نسبة الاسيست اللي بيعملها في الماتش او في الاهداف، وده كمان برز في تصفيات كاس العالم وفي كاس الامم الافريقية. انا اعتقد ان محمد صلاح في ليفربول العناصر اللي معاه في الملعب، خطة يورجن كلوب نفسه، اللعيبه اللي معاه بتساعده. في منتخب مصر هو النجم، عندنا عناصر بس مش زي ليفربول، مش زي الدوريات الاوروبيه. انت نادي زي ليفربول نادي كبير فيه لعيبه كبيره جدا، اكبر انديه العالم وافضل لعيبه في العالم. فانا اعتقد يورجن كلوب من افضل المدربين في العالم، واخد افضل مدرب في العالم قبل كده. فانا اعتقد محمد صلاح مصدوم شويه مع منتخب مصر، انه بيلعب برده مع الامكانيات او المساحات اللي هو بيلعبها او خطه اللعب مش بتخدمه. ده اللي انا شايفه من وجهه نظري. وملاعب هي بص هي بالزبط. حاجه رتم يعني الملعب، حضرتك لو بتتفرج على الدوري مثلا الدوري المصري، بتتفرج على الكوره في الدوري المصري رتم بطيء، بتتفرج على الدوري الانجليزي الكوره ما بتقفش، حرفيا الكوره ما بتقفش. محمد صلاح مع سرعاته ممكن ياخد مساحه ويجري، اللي هو الحته بتاعته اللي هو بيجري من اي ملعب اي حته في الملعب وبيحط بشماله في البعيده. فانا شايف ان محمد صلاح مصدوم شويه في الحته دي، ويمكن كمان هو اتاثر بمنتخب مصر، خساره كاس الامم الافريقيه من السنغال وخساره كمان البطاقه المؤهله لكاس العالم قدام السنغال اثر على محمد صلاح. يمكن رجع لليفربول قعد فتره كبيره جدا ما بيهدفش، كان باين على وشه ملامح الحزن، كان بيلعب بطريقه مش كويسه، كان دايما الجماهير كانت بتهاجمه ان هو متاثر. حتى يورجن كلوب اتكلم عليه في مؤتمر صحفي، قال ان محمد صلاح منتخب مصر اثر عليه نفسيا، وده واضح جدا. مؤخرا محمد صلاح قدر يرجع تاني، قدر يهدف تاني، قدر يرجع لمحمد صلاح او نص المستوى اللي احنا منتظرينه محمد صلاح لحد دلوقتي، وهداف الدوري الانجليزي رابع موسم على التوالي. فاعتقد ان هو قدام مجد شخصي جديد، وكمان لسه بينافس على الدوري، الفرق 3 نقط، واعتقد ان لسه الدوري في الملعب، رغم ان السيتي طبعا مبارياته اسهل وهو بيقترب من اللقب. طيب انا بص بقى، بما ان احنا بنتكلم عن لاعب بدايته، يعني هنتكلم عن محمد صلاح فكره التجديد، وعايز اتكلم عن رونالدو ومانشستر يونايتد وما يتردد حاليا. برضو انت عارف كده لازم الميركاتو كل شويه يجي يبقى فيه اشاعات فكره ان هو ينتقل لميلان او لباريس سان جيرمان. يعني بتشوف التصريحات دي او التوقعات دي فيها يعني او صحتها كام في الميه؟ هو انا ممكن اقول ان هي نسبه 70-80%، لان طبعا لان لم يحقق شيء في مانشستر يونايتد. يعني رونالدو من الشخصيات اللي هو لازم يحقق ذاته في اي فرصه او في اي مكان بياخده، لكن ده لم يحقق مع مانشستر في الموسم اللي فات، فازاي هينتقل وهو بهذا الشكل؟ يعني انا استبعدها، بس طبعا انت تقول لنا. انا اعتقد ان كريستيانو رونالدو هو نجم كبير، يعني افضل لاعب في العالم 5 مرات، هو نجم تاريخي واسطوري في كره القدم، لازم دايما في اي ميركاتو هيتحط العين عليه، بالذات دلوقتي ان مانشستر يونايتد يعني مستواه مش حلو، النتائج متراجعه، المدير الفني هيمشي، هيجي اريك تنهاج المدير الفني الجديد من الموسم الجديد. فانا اعتقد ان كريستيانو رونالدو لازم هيمشي مانشستر لسبب، لانه مش هيلعبوا دوري ابطال اوروبا السنه الجايه،
طبعا دي بالنسبه لكريستيانو رونالدو هتبقى حاجه هو مش هيرضاها. الفتره يعني اللي فاتت كان عنده احباطات كتير هو شخصيا. دي حقيقه. وفاه بنته وكمان نتائج مانشستر يونايتد وكمان مش هيلعبوا دوري ابطال اوروبا السنه الجايه اللي هي البطوله المفضله لكريستيانو اللي بيتالق فيها دايما. طبعًا. انا اعتقد ان كريستيانو رونالدو مش هيستمر في مانشستر السنه الجايه. كان عايز يعتزل في مانشستر يعني. طبيعي لان نادي حقق فيه انجاز تاريخي قبل كده وانجازات كبيره وان الجماهير بتحبه وهو بيحب مانشستر يونايتد، لكن انا شايف ان اللي بيحصل حوالين الفريق حتى الفريق نفسه الجماهير مش راضي عن الفريق، مش راضي عن ملاك النادي، بيغيروا كل شويه مدير فني، النتائج متراجعه، مانشستر يونايتد بيتغلب. يعني كانت خطوه سيئه من كريستيانو نقدر انا اعتقد ان هي خطوه ما كانتش موفقه خالص زي ما انا شايف برضه وجهه نظري ان ميسي كانت خطوه غير موفقه انه يروح باريس سان جيرمان. هو حقق ايه مع باريس سان جيرمان؟ الاثنين كانوا متعشمين في مردود مختلف تماما. دي حقيقه كريستيانو كان راجع بتاريخه مع مانشستر يونايتد، كان عايز يحقق حاجه ويرجع تاني النادي لمجده. نفس الوقت ميسي عايز يروح باريس سان جيرمان، فريق مليان نجوم، نيمار ومبابي وكل ودي ماريا، كل الفرق اللعيبه الكبيره، وكان عايز ياخد دوري اوروبا اللي هو غايب عن النادي او نفسهم ياخدوه وصرفوا على النادي كتير جدا. لكن ميسي فشل في دوري ابطال اوروبا مع باريس سان جيرمان، وكريستيانو فشل مع مانشستر يونايتد. على ذكر الانتقالات برضو الفتره الاخيره ابتدينا نسمع كلام ماشي في سكه ان بايرن ميونخ بيفكر جديا في انه يضم ساديو ماني. سمعت الكلام ده وانتشر في الصحف الاوروبيه، لكن انا شايف ان ليفربول من الصعب انه يستغنى عن لعيب زي ساديو ماني، او من الصعب ان يستغنى عن لعيب زي محمد صلاح. ليه الاثنين دول؟ لان الاثنين دول انا شايف ان هم بيقوم عليهم اللعبه في ليفربول، هم عناصر اساسيه في خطه يورجن كلوب في كل الانجازات اللي حققتها الخمس سنين اللي فاتوا، سواء دوري ابطال اوروبا او الدوري الانجليزي او كل البطولات. فانا اعتقد ان محمد صلاح او ساديو ماني ليفربول هيقاتل على التجديد ليهم. يمكن ساديو ماني ما عندوش مشكله في التجديد، موضوع اسهل من محمد صلاح. محمد صلاح يمكن موضوع الراتب شويه والطلبات اللي هو طالبها وحقه. لا هو ما حقه صح، لعيب بطل الدوري الانجليزي وبطل دوري ابطال اوروبا، مكسر كل الارقام القياسيه في تاريخ النادي او في تاريخ الدوري الانجليزي، وهداف الدوري الانجليزي اربع سنين ورا بعض، طبيعي ان انا اطلب حقي. سو باريس سان جيرمان يعني خلينا كده نتخيل السيناريو، كريستيانو رونالدو راح كمان باريس سان جيرمان، فانت يعني فين يعني انضم كل اللعيبه. بس خلي بالك ده مش بريفليج، يعني ده ممكن يكون حاجه نيجاتيف للعيبه او للنجوم دي اصلا، بدليل الارقام دلوقتي بتاعه باريس سان جيرمان. يعني حصل ميسي ونيمار ومبابي في باريس سان جيرمان ما خدوش دوري ابطال اوروبا، اخرهم بياخدوا الدوري الفرنسي او كاس فرنسا، الحاجات اللي البطولات المحليه اللي باريس سان جيرمان طول عمره بياخدها، وبيتغلب مثلا من ليل ومن لوريا، يعني بيتغلب من فرق صغيره في الدوري الفرنسي. فانا شايف ان خطوه ان كريستيانو يروح مثلا اعتقد هتبقى غير موفقه، هتبقى صعبه جدا، ومش مش هيضيف شيء. انا شايف ان هو مش هيضيف شيء زي ما ميسي ما ضافش شيء في باريس سان جيرمان، بس يا دوب شويه ملايين من الدولارات واليوروهات. دي حقيقه، ده اللي بيحصل في كل الاحوال، لكن التالق مش مضمون. احنا ممكن نثبتها بحاجه معينه. ريال مدريد من سنين فاتت كان فيه كل اللعيبه اللي في العالم، رونالدو، كل اللعيبه اللي كانت موجوده في العالم، ما خدش دوري ابطال اوروبا. كان فريق فعلا كان بيقولوا ازاي كل النجوم دي موجوده في فريق. هي مش بكتر النجوم، انت ازاي بتجيب نجم انت محتاجه وبتوظفه في خطه اللعب. هو ده بقى راس المال الرياضي اللي ممكن النقطه دي نرجع منها بعد الفاصل، لان البعض بيرى ان هي ممكن تكون ساعدت هذه المنظومه، والبعض الاخر بيقول لك بالعكس هي دمرت هذه المنظومه. هنروح فاصل ونرجع نكمل. يا اهلا بكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل كلامنا مع ضيفنا اللي منورنا في حلقتنا النهارده الناقد الرياضي الاستاذ علي البحيري. بس اسمحوا لنا قبل ما نكمل كلامنا معاه تعالوا نتعرف على اخر الاخبار والتطورات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه، وخصوصا ان الجدير بالذكر ان من دقائق قليله جدا انتهت اخر تمرينه لفريق النادي الاهلي قبل ما ان شاء الله يسافر الى الجزائر باذن الله مساء اليوم. فاحنا موجوده معانا زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم في مقر النادي الاهلي بالجزيره وتحديدا في ملعب مختار التتش. هنا صباح الفل عليكي، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. من داخل ملعب مختار التتش هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة طبعا بالفريق الأول لكرة القدم وكمان الفرق الرياضية المختلفة، لكن في البداية خلوني أبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. طبعا زي ما أنت قلت يا كريم، الفريق الأول لكرة القدم خاض مرانه الأخير هنا على استاد مختار التتش قبل بقى المغادرة للجزائر استعدادا للمباراة القادمة اللي هتكون يوم السبت القادم إن شاء الله. طبعا دي منافسة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا،
كلها هتكون امام فريق وفاق سطيف. يعني خليني طبعا قبل ما اقول لكم عن التمرين واكلمكم اكتر عن التمرين انوه ان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي كالعاده كان متواجد في النادي. يعني هو عودنا دايما انه قبل اي مباراه مهمه بيكون متواجد في النادي. يمكن كمان ان هو كان موجود من قبل انطلاق المران. يعني المران كان الساعه 10، كابتن محمود الخطيب كان هنا في النادي من الساعه 9 صباحا. ده طبعا عشان يدعم ويشجع اللاعبين ويحثهم كمان على اهميه مباراه يوم السبت. بشكل عام يا كريم ويا نهاوند، في حاله من التركيز والجديه الحقيقه كانت الظاهره على جميع اللاعبين في المران. كله عنده هدف واحد الحقيقه، ان كله كمان اكد ان التاهل للنهائي لسه ما اتحسمش. لسه طبعا مباراه يوم السبت مهمه جدا بالرغم من اننا فوزنا طبعا برباعيه نظيفه هنا في القاهره، لكن التاهل لسه ما اتحسمش. طبعا بنتمنى للاعبين كل التوفيق. كمان حقيقه بقى ان عندي اخبار ساره لجماهير النادي الاهلي، وهو ان اللاعب محمد عبد المنعم شارك بشكل طبيعي جدا في مران اليوم وتعافى تماما من الاصابه، وبكده ان شاء الله هيكون جاهز انه يشارك في مباراه السبت. كمان اللاعب عمرو السوليه لسه طبعا مستمر في برنامجه التاهيلي، هيسافر مع الفريق للجزائر وهيستكمل برنامجه التاهيلي هناك. ان شاء الله عندنا امل كبير جدا انه يقدر يلحق بالمباراه ويتالق بقى كالعاده هو وجميع فريق النادي الاهلي. ان شاء الله يفوزوا ويحققوا نتيجه ايجابيه يوم السبت القادم ويتاهلوا للنهائي ويكونوا على بعد خطوه واحده بس من تحقيق النجمه ال11. يعني دي اخبار الفريق الاول لكره القدم. خلوني كمان انقل لكم اخبار الالعاب الاخرى ونبدا برجال كره اليد. رجال كره اليد حققوا فوز في اولى مبارياتهم في دور المجموعات من بطوله كاس الكؤوس الافريقيه. عملوا حقيقه مباراه كبيره جدا، يعني طبعا بهنئهم على الاداء الكبير. انهوا المباراه بنتيجه 48-19. ان شاء الله طبعا يكملوا على نفس الاداء. خلوني كمان اقول لجميع مشاهدينا عن مواعيد مباريات الفريق الاول لكره اليد بالنادي الاهلي في بطوله كاس الكؤوس بالتحديد في دور المجموعات. يوم 11 مايو الساعه 3 العصر هيكون عندهم منافسه ضد فريق دون بوسكو الافواري، ويوم 13 مايو هيكون عندهم اخر مباراه في دور المجموعات هتكون امام فريق فاب الكاميروني الساعه 7 مساء. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. اخيرا بقى نروح للعبه كره السله. رجال كره السله النهارده طبعا هيكون عندهم ثاني مبارياتهم من نظام بيست اوف 5 في نهائي بطوله دوري السوبر. المباراه طبعا هتكون امام الاتحاد السكندري. نتمنى لهم كل التوفيق، ان شاء الله يحققوا نتيجه ايجابيه النهارده ويعدلوا بقى النتيجه وكمان يحققوا بطوله دوري السوبر. حابه انوه ايضا يا نهاوند ويا كريم ان طبعا هيكون في بث مباشر لمباراه كره السله على قناه النادي الاهلي، وهيكون في تغطيه خاصه ومميزه زي ما عودونا دايما. يعني دي كانت ابرز الاخبار. طبعا معاكم لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. نشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزه هنا ابو قاسم على هذه التغطيه المميزه، شكرا لك. طيب خلينا نكمل موضوع راس المال الرياضي، وبعد كده عايزين نروح بقى وننتقل معاك للاهلي وكره اليد، لان احنا لسه كمان مخلصين ماتش دلوقتي في بطوله كاس الكؤوس. يمكن احنا فزنا بسكور جميل جدا، فاكيد محتاجين نروح لده. بس فكره هنا باريس سان جيرمان زي ما احنا كنا بنتكلم، وتدخل راس الاموال في كره القدم تحديدا لو هنتكلم، حسب المعلومات لما كنا انا وانت برضو بنتناقش دلوقتي وكريم، قطر ربما يفكر اصلا في بيع باريس سان جيرمان. فده بيؤكد بقى النظريه اللي بتقول ان لا، راس المال لما تدخل ربما افسد المنظومه الى حد كبير. دي حقيقه زي ما حضرتك قلتي. انا الصحف الانجليزيه واكثر من يعني من صحيفه عالميه اكدت ان قطر بتفكر جديا في بيع نادي باريس سان جيرمان بعد مونديال قطر 2022، بسبب ان النادي ما حققش التارجت بتاعه او الهدف الرئيسي بتاعه، ان هو مثلا بطوله دوري ابطال اوروبا اللي هو جاب فيها كل النجوم الموجودين في العالم عشان يحقق البطوله زي ميسي ونيمار ومبابي. فانا شايف ان راس المال هو مهم في اي نادي. طبعا كره القدم دلوقتي ما بقتش رياضه، هي صناعه. فعشان تكون صناعه لازم تكون صناعه، بس فيها جانب اداري وفيها جانب فني. لكن ان انت بتجيب بس ضخ فلوس بس بدون رؤيه استراتيجيه يعني محدده، صعب. ده مش صح. لكن مثلا نادي زي ليفربول هو صرف، بس صرف في عناصر هو محتاجها طبعا. جاب لعيبه هو محتاجهم في الملعب، يعني خدموا خطه المدير الفني زي يورجن كلوب، حققوا بطولات والتارجت بتاع نادي ليفربول. فهم المدير الفني حتى جددوا له كمان سنتين على عقده اللي موجود، فيخلص لمده اكبر. فده اللي انا بتكلم فيه. الفتره الاخيره اسفرت عن ان بقى في فرق 3 بونت ما بين مانشستر سيتي وبين ليفربول، يعني الصداره حاليا لمانشستر سيتي، والفرقتين كل فرقه منهم على حده لسه لها 3 ماتشات. فانت شايف الامور هتنتهي ازاي؟ دي نقطه. والنقطه الثانيه مساله بقى صراع الحذاء الذهبي في الدوري الانجليزي اللي بقى
الى حد كبير محصور بين محمد صلاح وبين اللاعب اللي هو اللاعب الكوري توتنهام سون بالظبط كده. فبرضه فكرك هترسي الامور على ايه؟ لو اتكلمنا عن الصراع في الدوري الانجليزي هو لحد اخر مباراه طبعا، لان الدوري الانجليزي دوري صعب جدا، ممكن اي فريق يتعثر. حصلت قبل كده ان مانشستر كسب الدوري في اخر مباراه في اخر 3 دقائق قدام كوينز بارك رينجرز، كان ايام المدير الفني روبرتو مانشيني. أوكي. كان اجويرو جاب الجون في الدقيقه تقريبا 97 او حاجه كده. فاعتقد ان الدوري الانجليزي دوري قوي ودوري صعب، فالمنافسه تبقى لاخر دقيقه. لكن انا من وجهه نظري ان مباريات ليفربول هي اصعب من السيتي. فانا شايف ان الفرصه، وطبعا السيتي متقدم كمان بثلاث نقط عن ليفربول، فانا شايف ان ليفربول برده مركز اكتر في نهائي دوري ابطال اوروبا، طبعا عايز ياخد الدوري الانجليزي عشان يجمع بين اللقبين. لكن انا شايف ان السيتي هو اقرب للدوري الانجليزي من ليفربول. لو اتكلمنا عن الحذاء الذهبي، محمد صلاح السنه دي يمكن ما كانش ده متوقع ليه. يعني هو كان نفسه يصعد بمصر كاس العالم. هو صلاح دلوقتي 22 هدف و20 و20 سهم بتاعته توتنهام. يمكن لسه طبعا ده ليه ماتشات، المنافسه صعبه جدا، غير كل موسم محمد صلاح كان فارق عن يغرد منفرد. بالظبط، يمكن اول موسمين غرد منفرد، الموسم اللي بعده اتساوى مع اثنين لعيبه كان هو وساديو ماني وعلى ما اعتقد بيير امريك اوباميانج اللي هو اللاعب الجابوني اللي كان بيلعب في ارسنال. فانا اعتقد ان السنه دي المنافسه صعبه جدا بين سون وصلاح. صلاح عايز ياخد الحذاء الذهبي، يطلع بحاجه من الموسم، يطلع باي حاجه من ليفربول، لان الموسم بتاعه ما كانش اللي يأمله، لان كان خساره منتخب مصر كاس افريقيا وكاس تصفيات كاس العالم، وكمان ليفربول ممكن يخسر الدوري الانجليزي وممكن كمان دوري ابطال اوروبا. فاعتقد ان محمد صلاح بيدور على مجد شخصي في الموضوع ده، يمكن المنافسه صعبه جدا. طيب خلينا نروح لكاس الكؤوس بقى، والمباراه اللي لسه خلصانه يمكن من شويه بسكور 48 تقريبا 19 حاجه زي كده. فبدايه موفقه جدا، بنقول برده بطوله نفسنا فيها وهتاهلنا. فبتشوف البدايه دي ازاي بقى؟ انا شايف ان النادي الاهلي بيعمل بدايه جديده في كره اليد بعد طبعا سنوات من التراجع والنتائج ومفيش بطولات. يمكن الاهلي خد كاس مصر السنه اللي فاتت بعد غياب كذا سنه. فاعتقد ان دلوقتي في مدير فني جديد، في جهاز فني جديد، في مدير نشاط رياضي جديد اللي هو كابتن خالد العوضي، في مدير الفني الاسباني دانيال جوردو، هو مدرب اسباني يعني كويس في اوروبا، يمكن مش من مدربين الصف ولكن هو مدرب كويس وفعلا عايز يعمل تاريخ لنفسه. يمكن انه ياخد اللقب من الزمالك وهو لسه ما بقالوش شهر في النادي الاهلي. خد كاس السوبر الافريقي، الاهلي تاهل كاس عام الانديه سوبر جلوب في السعوديه شهر اكتوبر المقبل. الاهلي بياخد اللقب الثاني في تاريخه، بيكسب الزمالك اللي هو طبعا فريق قوي جدا في كره اليد. فاعتقد ان ده انجاز كبير جدا. لقيت الاهلي لازم تفرح، لازم يبنوا كمان على المكسب ده. كاس الكؤوس الافريقيه الاهلي حامل اللقب، اعتقد ان البطوله مش صعبه بالنسبه للنادي الاهلي بعد ما كسب الزمالك، معنوياته مرتفعه. يمكن كمان اللي حصل ان امبارح في فرق اعتذرت عن البطوله، كان الاهلي عنده 6 فرق في مجموعته والزمالك كذلك. يمكن في فرق 2 من هنا انسحبوا و2 من هنا انسحبوا. فالاهلي والزمالك تاهلوا مباشره لدور الثمانيه. دي حقيقه حصلت. والنهارده الاهلي كسب طبعا، اكتسح فريق الاثيوبي اللي هو كريكوز 48-19، والشوط الاول كان خلص 23-7. اعتقد دي مباراه من الاهلي، حتى الاهلي ما شاركش النهارده بالمحترف البرازيلي بتاعه، يمكن كان بيريحه المدير الفني النهارده. الاهلي كان النهارده يعتبر تقسيمه لكن مباراه الدور الاول. مزيد من التفاصيل حول هذه المباراه، لان احنا معانا بالفعل على التليفون الكابتن ياسر لبيب رئيس جهاز النادي كره اليد في النادي الاهلي، وهو متواجد حاليا في النيجر مع الفريق. صباح الفل على حضرتك يا كابتن، اهلا بيك ومليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. الله يخليك. طبعا اخبار كانت مفرحه جدا لينا كلنا على الصبح كده، فعايزين نعرف بقى ملابسات هذا الانتصار الكبير. ولا حاجه حضرتك، عارف بتبقى عارف المباريات اللي في الاول دي بتبقى مباريات يعني سهله، ما بتبقاش هي المباريات الاساسيه. وفي النهايه لما كان بتبقى في فرق من تونس او فرق الجزائر هي اللي كانت بتبقى المنافسه الوحيده، لكن غير كده بتبقى الماتشات يعني تحصيل حاصل لحد ما بنتقابل احنا والزمالك في النهايه. الماتش النهارده حضرتك شفته ازاي؟ يعني الامور مشيت فيه على اي شكل؟ والله ماتش طبعا ضعيف، فرقة تأثير فرقة ضعيفة. طبعا دانيال رايح معظم اللعيبة وعمل روتيشن كتير للعيبة بحيث ان ما يبقاش في حد، ما يبقاش في اصابات، ما يبقاش في حد قاعد برضه ما يبقاش شارك يعني في المباراة. بس الماتش كله كان جاري يعني فاصل بريك. الماتش سهل، ما تقدرش تقول ان لعبنا هيبقى
كويس جدا. طيب كابتن ياسر صباح الفل طبعا ومبروك مره ثانيه. انا عايزه اروح مع حضرتك لنقطه كنا لسه بنتكلم فيها مع استاذ علي واتكلمنا فيها امبارح برضو، فكره هنا النقله اللي حاصله دلوقتي والتطور اللي على الارض بقى موجود وملحوظ بشكل كبير، ويمكن ده راجع برضو مش فكره هنا بس تطور فني، هو راجع ايضا لتحسن في المعنويات بشكل كبير جدا، فده ادى اضافه ان اللعب على الارض والاداء على الارض بقى مختلف، فكره برضو تطعيم الفريق بقى في برضو اضافه جيده، فكرة مدير فني مختلف برضو في إضافة جيدة، فخلينا برضو نفهم أكتر التفاصيل دي من حضرتك. تفضل يا كابتن ياسر. هو كان طبعا كان لازم يحصل فيه تغيير في الجهاز وتغيير حتى في الجهاز الفني، بحيث إن يبقى فيه شكل جديد، فيه أفكار جديدة، اللعيبة نفسها هتشوف مدير فني مختلف. فبالتالي غير بقى ان احنا حطينا سيستم، بنحاول نحط سيستم للفريق في تحركاته في لبسه في اكله في الامور كلها، بحيث ان يبقى نبتدي نجمع او نبتدي يبقى في نظام للفريق، في تماسك للفريق، للحاجات الصغيره التفاصيل الصغيره جوه الفريق دي بتخلق روح وبتخلق نوع من الالتزام. هي دي ما كانتش موجوده قبل كده كابتن ياسر؟ لا كان شويه كان فيها يعني شويه تفاهل شويه. فاحنا يعني اشتغلنا برضه على النقطه دي. نقطه مهمه طبعا. فبالتالي ابتدى طبعا يبقى في نوع من الالتزام، يعني مش النوع من الالتزام، بقى في التزام في الفريق، بقى في تحرك جماعي، بقت الناس بيبقى في مشاركه من اللعيبه مش في امور كتير. بقى في التزام خلينا نقول بشكل اكبر، اثر يعني على الاداء فنيا كمان. بالظبط بالظبط. كويس جدا، كل التوفيق على كل حال، بدايه موفقه جدا يعني لحد نقدر نقول. لا مش سامع، اتفضل. معلش بقى انا انتوا بعيد. لا كابتن ياسر بقول لحضرتك بدايه موفقه، وهو ده اللي احنا عايزينه، وهو ده اللي يليق اكيد باسم كبير زي النادي الاهلي، فربنا معاكم ان شاء الله، ولسه عايزين مزيد ومزيد من التالق. نشكرك يا كابتن ياسر، ترجعوا لنا بالسلامه ان شاء الله. عوده للاستاذ علي البحيري الناقد الرياضي. كنت عايز تقول لنا حاجه برضو بخصوص النجاحات الاهلاويه المتلاحقه في الفتره الاخيره. يمكن زي ما حضرتك قلت، يعني لقب كاس سوبر الافريقي كره اليد اهلك لكاس عالم الانديه، الاهلي بيشارك للمره الرابعه في تاريخه في كاس العالم الانديه، هيبقى في السوبر جلوب اللي هو في السعوديه شهر اكتوبر المقبل. كمان انت هتلعب كمان دلوقتي بتلعب كاس الكؤوس الافريقيه، انت برضو واخد اربع القاب، لو خدت اللقب الخامس اللي هو اللي انت بتلعب فيه دلوقتي هتتسوى مع نادي الزمالك، فده برضو معنويات ليك، وبرضو بطوله جديده مع المدير الفني الجديد اللي هو جاي، وتصريحاته كلها ان هو عاوز يعمل مجد شخصي ليه، عايز يعمل تاريخ كبير ليه مع النادي الاهلي. فطبعا ده حافز كبير ليه ومع اللعيبه، والنادي الاهلي طبعا بيضم اكتر من عنصر خبره واكتر من عنصر شاب، فانا شايف ان ده كمان بيفيد الاهلي ان يبقى عنده جيل كويس في كره اليد بعد سنوات من الهزائم شويه، فانا شايف ان ده مهم جدا لينا. لو انتقلنا برضو الكرة الطايره، الاهلي بيلعب في بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري في تونس. يمكن الاهلي كسب اول ماتش 3-0، ويمكن الاهلي يمكن خسر الدوري والكاس السنه دي كان فيه هزه شويه، لكن انا واثق ان النادي الاهلي هيقدر يرجع بالبطوله دي ان شاء الله، ولو حقق اللقب ده هيقدر يرجع تاني لعهده، لان الاهلي كان متسيد اللعبه في مصر وافريقيا وعرب اخر 5 سنين. فالهزه اللي حصلت دي ممكن تاثر شويه، لكن ان شاء الله كابتن ميدوم صالح واللعيبه يقدروا يعملوا الفارق ده. لو انتقلنا لكره السله، النادي الاهلي السنه دي في كره السله هو افضل نادي في مصر، يمكن محقق 4 ألقاب من 4 ألقاب، ودلوقتي بينافس على دوري السوبر مع الاتحاد السكندري، يمكن خسر للاسف اول مباراه فارق 6 تقريبا او فارق 7، النهارده المباراه الثانيه الساعه 8:30. دايما ماتشات الاهلي والاتحاد في الباسكت بتبقى تقطيع. طبيعي طبعا طبيعي، لان نادي الاتحاد السكندري نادي كبير جدا في كره السله، والنادي الاهلي طبعا النادي الاهلي طبعا حصل معاه طفره في كره السله من السنه دي، المدير الفني الاسباني اوجستي بوش مع العناصر اللي ضمها النادي الاهلي مع الجهاز الفني الجديد. انا شايف ان النادي الاهلي نجح في كره السله السنه دي، وان شاء الله لقب دوري السوبر هيبقى نصيب النادي الاهلي عشان يكمل انجازات السله النادي في النادي الاهلي هذا الموسم ب5 بطولات من 5 بطولات، واهمهم طبعا دوري السوبر اللي بيأهلك لبطوله افريقيا السنه الجايه. ده كده لو اتكلمنا عن انجازات يعني الالعاب الاخرى في النادي الاهلي هذا الموسم في اخر الموسم. بص هو كده احنا ماشيين حلو جدا، يعني ممكن يكون في فعلا دروب حصل في فتره ما، وما بنتكلمش عن رياضه محدده، لكن بتحاول ان انت تشوف او تتدارج الاخطاء دي، حتى لما بيبقى في تقصير في فكره الفريق او المدير الفني انت بتروح زي ما بيتقال كده تروح الافضل، وده اللي حصل فعلا. بس انا عندي نقطه اخيره لو تسمح لي برضو استاذ علي، ليه البعض او انا يعني هنقل لك الراي، ليه البعض بيشوف ان لما انت بتجيب مدير فني اجنبي الوضع بيتظبط،
طب ما احنا برضو حققنا يعني كتير انجازات وبطولات مع مدير فني مصري في رياضات مختلفه، بس مؤخرا بقى الوضع لما بيبقى فيه دروب بجيب مدير فني اجنبي فالدنيا بتظبط، بعدين ممكن اجيب بعد كده مصري. ف يعني تفسيرك لده ايه؟ هو انا شايف ان يعني موضوع مدير فني يعني مصري او اجنبي، انا شايف ان هو مش هو ده الكونسبت او ده العامل اللي بياخد البطولات، بس الفرق بيبقى واضح. بس طب مثلا ما احنا لو اتكلمنا في الكره الطايره، النادي الاهلي مدير الفني بتاعه ميدو مسلحي، كابتن ميدو مسلحي بقاله 5 سنين مع الاهلي، خد كل البطولات الممكنه، خد افريقيا وخد عرب وخد دوري مصر وكاس مصر، خد كل البطولات. مدير فني مصري مش اجنبي، مفيش مدير فني يعني في مصر. انت بتشوفها ممكن تكون صدفه مش اكتر يعني. انا لا مش صدفه، هو في العاب والعاب يعني في الكره الطايره. انا شايف ان في مصر مفيش مدير فني اجنبي. يمكن دلوقتي اتحاد الطايره تعاقد مع مدير فني اجنبي هولندي لمدير الاتحاد للمدير المنتخب الاول رجال، وتعاقد مع خبير فني برازيلي للمنتخبات كلها. تمام. ده في الكره الطايره، لكن في النادي الاهلي او في الانديه كلها كلهم مديرين فني وطنيين. في كره السله انا شايف ان كله بيلعب بالمديرين الفني الاجانب، سواء في نادي الزمالك او في نادي الاهلي او في الاتحاد السكندري. نفس الكلام في كره اليد، منتخب مصر محقق انجازات تاريخيه في كره اليد مع الاسباني باروندو، نفس الزمالك حقق مع اوليفر روي في الزمالك، ودلوقتي الاهلي مع دانيال جاردو. فانا شايف ان المدير الفني الاجنبي بيفرق شويه عن المدير الفني المصري في العاب وفي العاب. تمام جدا، مشكورك يا استاذ علي جدا. مشكرك. والحلقه كده خلصت خلاص. نورتنا. بس نورتنا بجد والله. ربنا يخليك، انا كنت مبسوط جدا. اشوفك على خير باذن الله. مشكورك على وجودك معانا، واكيد بنشكر كل حضراتكم على حسن متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده. نشوفكم على خير ان شاء الله بكره باذن الله، حلقه جديده 10 الصبح في الاهلي.